احنا موجودين في حلبة كارتي، لكن مو زي اي حلبة كارتي. سيارات كهربائية بالكامل. معنا اخونا بدر راح يعرفنا اكثر عن الحلبة وايش مميزاتها ومميزات السيارات اللي موجودة فيها. احنا هدفنا تطوير المستوى الترفيهي المحلي بمستوى عالمي مع التركيز على السلامة والإبداع. اعتقد هذا الجو كارت الوحيد اللي موجود في المملكة كله كهرباء، بس ليش صار التوجه كهربائي مو بنزين؟ احنا ميزتنا اول شيء مثل ما شايف احنا في البلد، احنا سيارتنا صديقة للبيئة، بتعرف البنزين عادة او ماطور السيارة مزعج لك صح خلال يعني الريس حقك. الان ايش رايك انا وانت نطلع كواحد بسيارة نمشي بشوي شوي تعرفني اكثر عن المضمار المرة هذه؟ ليتس جو. طبعا عبد الله لو تلاحظ الاكسلريشن او بالعاميه احنا نسميها قومه السياره اقوى من البنزين على طول على طول بالضبط يتجاوب معاك. تراك هذا كم طوله؟ طول التراك 350 متر. المولتي ليفل اللي موجود فيه مثل ما انت شايف الان منعطف حاد، طبعا فيه اب هيل وداون هيل، يعني واضح ان التراك تكنيكال شوي. لا ما سمعت في سباقات تنظم هنا. احنا ما ننظم سباقات لان احنا الفكره انك تسابق الزمن، الشيء هذا راح يطور من نفسك ويكون امن لك بعد، فالمكان فن وانترتينمنت اكثر من انه ريسك. من اي عمر من؟ عندنا فئتين اللي هي تبدا من 8 سنوات الى 14، هذه فئه الاشبال، من 14 طالع هذه فئه الكبار. سو كابتن كارتينج هي منبع المواهب فعلا، هي المبدا، هي البدايه، اول خرسانه في حياه اي شخص في رياضه السيارات. نجح. خلينا ايش نبدا نشوف ايش تقدر السيارات هذه تسوي. جاهزين؟ ليتس جو. عبد الله الان انت جاهز للتحدي؟ تحدي؟ جايب لك شخص تعرفه ومختص كارتينج بالاخص. عبدو فغالي؟ لا، عبدو فغالي في لبنان للاسف. هذا اللي جاي يتحداني. بس ماني عارف مين الشخص هذا. جاي تتحدى كارت فايت داخل بطولة عالم شكله. اتحداك انا، ما اخاف مني، لازم اعطيه تهديد زيادة عشان يهدي السرعة شوي. والله متسابق صعب هذا، شكله محترف مرة، بس أنا قريب ما عليك، روح يا كابتن من عبد الله الدوسري. والله سباقة الكارت تحتاج طريقة مغايرة تماما عشان تحدد فيها وقت. زحلق البطل الكبير الآن في المقدمة على أن يحاول يحافظ على المركز، لكن قريب شكله مرة. والله البطل هذا صعب. والله قرب مني، قرب قرب. شكله بيتجاوز الحين. واو محترف هذا الشخص. يلا يا عبد الله شباب لا سلام. عديت خط النهاية وفزت عليه. مبروك عبد الله. الله يبارك فيك. انت اول من وصل خط النهاية. لكن في دوس كارتينج الفوز للشخص اللي يجيب اسرع لاب. اكيد انا جايب اسرع وقت، ما عديت قدام خط النهاية. الفوز للمتنافس، فاز عليك بجزئين من الثاني. الحين لازم اعرف من هذا الشخص، عرفنا من انت الله يطول بعمرك. خالد ايهاب. خالد ايهاب. جايب لي خالد ايهاب بطل كارتينج وفورمولا. اها. مبروك يا خالد. الله يبارك فيك. لكن انا بيني وبينك حساب. تعال تعال.